السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في ليدل وفي هذه الجهه تاع المنتوجات الغذائيه، وهذا المره جابوا لي لا اسبانيا. انا صراحه ملي كيجيبوا المنتوجات تاع اسبانيا كيعجبني الحال، حيت فيه بزاف ما يتشاف، فيه بزاف حيت هما معروفين بالزيتون ومعروفين بالحوت. بقاو معايا. واول حاجه غادي نمدح عليكم هو هذا الطون البنات. على ما اظن كاينه واحد الاخت كانت سولتني على الطون تاع اسبانيا، هذا زوين بزاف، زوين زوين، فيه واحد المذاق زوين، خصوصا اللي مولف بالبوكاديوس تاع المغرب تاع الطون والحرور بحالو. واخا كاين هنايا الطون تاع ليدل، ولكن ما عندوش ديك النكهه ديك المذاق. كاين هذا اللي فيه الزيت، الثمن ديالو 5.79 أورو، سنت راه هي هذه، راه هي كبيره البنات، شوفوا فيها 900 غرام. وجابوا هادو انواع تاع الثومه، العشاق تاع الثومه اين انتم. كاين هذه الثومه مرقده في الزيت مع الحار، او لا هذه الثومه مع القزبر والزيت، او لا الثومه الكلاسيكيه كتكون في الماء يعني ماشي مرقده شي حاجه. الثمن ديالهم 1.99 أورو. وكاين هنايا هذا الحقوق اللي هو المعلب، فيه من 10 حتى 12 حبة، الثمن ديالو 1.49 أورو. وأكيد ما يدخلو زيت الزيتون، كاينة هاد زيت الزيتون تاع 3 لتر، الثمن ديالها 16.99 أورو. وكاينة حتى هاد زيت الزيتون، هادي فيها 750 ملليلتر، الثمن ديالها 4.99 أورو. وكاين حتى هاد النوع تاع زيت الزيتون، راه هادي زيت الزيتون تجي بحال هكا، الثمن ديالها 3.99 أورو. بما ان اسبانيا معروفه بزيت الزيتون، اكيد تكون حتى الزيتون. هذا الزيتون البنات عامر السردين، كما كتلاحظوا راه فيه السردين لداخل، الثمن ديالو 1.19 أورو. وكاين هنايا حتى هاد السردين اللي هو معلب مع زيت الزيتون اللي هو مرقد، الثمن ديالو 1.99 أورو. ودخلوا هادو راهما نتاع الحوت البنات، الحوت مطحون ديروا ليه بحال هكا الكويرات. كاين اما هذا اللي فيه حتى الزيتون مع المطيشه، او لا هذا راه هو هذا شويه حار، حتى هو الحوت مطحون مع الصلصه تاع الطماطم، الثمن ديالو 1.99 أورو. وكاين حتى هذا الحار، عشاق تاع الحار، الثمن ديالو 1.99 أورو. وكاين هاد العلب اللي فيهم بوزرو، فيهم 3 تاع العلب اللي بحال العلب تاع الطول، الثمن ديالو 1.79 أورو. وجابوا الزيتون، هذا هو المعقول، الزيتون بعضم هذه كبيره فيها 950 غرام، الثمن ديالها 2.49 أورو. ودخلوا حتى الحمص اللي هو مرقد في الماء، اللي الثمن ديالو 99 سنت. وكاين بيستاج، هذا بيستاج نتاع اسبانيا، الثمن ديالو 1.99 أورو. وكاين الزريعه هذه بالبلحه، الثمن ديالو 79 سنت. وكاين حتى هذا، من هذا كيحمقنا هذا الميكس اللي فيه الضراف فيه الكاوكاو، هذا فيه حتى الزبيب لداخل، الثمن ديالو 1.49 أورو. ودخلوا حتى هذا التين اللي هو مجفف، الثمن ديالو 1.79 أورو. وكاينه حتى هذه مادالينا، حنايا كان الناس تاع الناظور مولفين، عندنا التشابه في الاسماء بالريفيه مع الاسبانيه، كيكون واحد التشابه بحكم الاستعمار الاسباني للناظور، للثمن ديالو 2.49 أورو. واما في الجهه تاع الموجنبيك غادي ندى لكم، دخلوا هاد الكروبيت اللي هو مشرمل مع الثومه،
الثمن ديالو 3 اورو ودخلوا الكراميل، الكراميل اللي راه هو في الخبز هذا الثمن ديالو 3 اورو 79 سنت. وكاين حتى هاد الكروفيت هذا فيه 800 غرام، هذا بالقشور ديالو كيكون بحال هكا، الثمن ديالو 9 اورو 99 سنت. وكاين هذا داكشي الفرق، هذا كتجي بحال هكا في الصندوق تاع الخشب، هذا الكروفيت الاحمر الثمن ديالو 6 اورو 99 سنت. وكاين هنايا حتى الفواكه نتاع البحر اللي هما مخلطين، الثمن ديالهم 3 اورو 69 سنت. وكاين حتى وزروب هذا لي الثمن ديالو 3 اورو 49 سنت. وكاين حتى هاد الكروفيت، هذه علبه صغيره ماشي كبيره، فيها 250 غرام، راه هي بنفس الثمن 3 اورو 39 سنت. وكاينين هادو، هذه اللي كتجي بحال هكا اللي فيها كديروها هكا في الكغيل فيها الخضروات، كاينه هادي وكاينه هادي، هادي البنات راه فيها الدجاج، العش تاع الدجاج خصكم غير تشوفو مزيان وصافي. هادي فيها بوزروك تاع هادي تاع الحوت، هادي راه هي فيغا، هي لهم 2 اورو 29 سنت. ودخلوا البنات السردين اللي ما عندوش الحوت خليه انا فين ساكنه انا، ما كاينش المغاربه وحتى الاتراك ما كيجيبوش بزاف الحوت، واخا كاين غير واحد التركي وصافي ماشي بزاف وقليل اللي كنلقى تما الحوت. كاين هاد السردين المجمد، اللي هاد السردين اللي هو كبير بزاف، ما هنا بعدا ما كيعجبنيش السردين الكبير بزاف اللي الثمن ديالو 3 اورو 99 سنت. وكاين هاد الميكس تاع الفواكه المجمده، فيها البرتقال التفاح الفراوله العنب اناناس والبطيخ، كديروا به هكا العصير واولا تخليوه بحال هكا، الثمن ديالو 2 اورو 29 سنت. واما في الجهه نتاع الثلاجه اكيد دائما اللي كيجيبوا الاشياء تاع اسبانيا كنمشي كناخذ هاد الفلان تاع الكراميل كنحمق عليه، هادو اللي فيهم 6 لداخل الثمن ديالو اورو 49 سنت. وندخلوا هادو هاد الكروفيت اللي ما فيهش القشور، كاين اما هذا اولا هذا اللي هو مشرمل ومحطوط هكا بالاعواد تاع الخشب، الثمن ديالهم 2 اورو 99 سنت. ودخلوا هادو، هذا فيه السردين اش هادشي، هذا السردين هذا الكروفيت اللي داروه مع الخبز الثمن ديالهم 2 اورو 49 سنت. وجابوا هنايا حتى الزيتون، العشاق تاع الزيتون اللي فيه 3 تاع الانواع تاع الزيتون، كاين هذا بلاقدم الزيتون الاخضر مشرمل مع الثومه، كاين هنايا الاسود مشرمل مع القزبور، وحتى هذا مع الحار، الثمن ديالو 2 اورو 29 سنت. وكاينين هادو البنات، هذا فيه الخبز فيه الطونفيش مع البصله والمطيشه، هذا تاع الحوت حيت راه كاين تاع اللحم، انا وريت لكم حاجه تاع الحوت، الثمن ديالو 3 اورو 99 سنت. كاين حتى هذا الفورماج كيجي مقطع تاع اسبانيا، الثمن ديالو اورو 99 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم ليدل في المنتوجات الغذائيه، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.